مساء الخير، سلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي عزيزاتي متتبعي ومتتبعات قناه تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم جليسة رياضية، موعد جديد، موعد متجدد مع الرياضة، مع كرة القدم في تقاطعها وعلاقتها مع جائحة كورونا. كالعادة ثلاث محاور وضيفان عن بعد. في المحور الأول سنتوقف عند ظاهرة الاحتقان الجماهيري في عز الأزمة، في عز الوباء، وأقصد بالاحتقان الرجاوي الودادي على الخصوص. في المحطة الثانية سنتوقف عند القلق الذي يساور مجموعة من الأطر التقنية وبعض رؤساء العصب الجهوية بسبب نتائج الاختبارات المتعلقة بالإدارات التقنية الجهوية، ونختم كالعادة بتدوينة مثيرة الجدل، هذه المرة تدوينة حزينة تتعلق بغرق أحد اللاعبين الشباب لاعب فريق النسمة السطاتي. لمناقشة هذه المواضيع معي عبر تقنية سكايب ضيفان لهما صلة، لهما إلمام، لهما معرفة بهذه المواضيع. باسمكم جميعا كنشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك معنا عن بعد سي عز الدين بوزرعة، الإطار الوطني معنا مرة أخرى مع قناة تيليماروك وفي جليسة رياضية. أهلا وسهلا سي حسن والأخ زيد ومستمعي ومستمعات تيليماروك. شكرا. معنا سي محمد زيد زميل الصحفي الرياضي من موقع البطولة، مرحبا بك معنا عبر سكايب. مساء الخير سي حسن، مساء الخير مشاهدي الكرام، ومن طبع الحال السي عزتي. البداية بالمحور الأول، لا هدنة بين الرجويين والوداديين بالرغم من جائحة كورونا، القصف متبادل بالرغم من رسائل الجائحة وبالرغم من مطالب الهدنة. قبل ما نبدأ النقاش مع الضيفين الكريمين في هذا المحور، غنمشيو جميع ونشوفوا تقرير في الموضوع ثم نواصل الحديث. انسحبت الجدارية المساندة للوداد والرجاء خلال فترة كورونا من دروب وأزقة الدار البيضاء. قد يكون إنهاء حرب الحيطان وليد قرار صادر عن ولاية أمن الدار البيضاء لنزع فتيل الصراع القائم بين الوداديين والرجويين والذي تجاوز حدود المدرجات إلى الدروب والشوارع والأحياء. قرار منع ما يعرف في أدبيات فصائل الإلتراس بالطاق جاء على خلفية تدمير العديد من الجداريات في جنح الليل وظهور حرب الشوارع بين مناصري الفريقين. الآن وفي زمن الجائحة، وضع شباب الإلتراس فرشاة الصراع وزينوا عددا من المناطق برسومات متنوعة محورها الوباء. رسالتهم مختلفة عن رسائل فصائل الكرة وتتمحور حول الحث على احترام التدابير الاحترازية خلال الحجر الصحي والبقاء في البيوت، بالإضافة إلى جدارية تعبر عن الشكر والامتنان للعاملين في القطاع الصحي وكل رجال ونساء الخطوط الأمامية الذين يقومون بتضحية كبيرة لمحاربة الوباء. تخلص الشارع العام من لوحات كانت مضامينها تشيد بأمجاد هذا الفريق أو ذاك، وأضحى الجدار وسيلة لنقل رسالة سياسية أو اجتماعية لإحداث تأثير ملموس في الجماهير من خلال فن الشارع وتأجيل المشاحنات الجماهيرية إلى يوم تفتح المدرجات وتعود التيفوهات إلى الفراجات لتختزل في لوحات السجل التاريخي بين الغريمين. التقرير من إعداد زميلنا بلال بوجديني. غادي نمشي عندك سي محمد، واش ما كتشوفش معايا بأن كورونا لم توقف الاحتقان بين مناصري الرجاء والوداد؟ صحيح سي حسن، هو أن كل شيء شاف فترة ديال الوباء، خصوصا أن فترة عطالة طويلة الكرة القدم العالمية ماشي غير الوطنية، أن البعض استغل هذه الظروف لأجل ترسيخ مبدأ التكافل والتآزر. الأغرب من ذلك أنه كما جاء في التقرير أن الإلترات غيرات من النهج ديالها، ويعني كانت أكثر يعني إبرازا لها التكافل، أكثر إبرازا لها التضامن، خصوصا في شهر مارس وعبر بلاغات، عبر خطوات كثيرة جدا، توزيع قفف وما إلى ذلك. وهذا يدل على أن العقلية الجماهيرية بشكل عام مختلفة. كيف ذلك؟ أنه للأسف هذا الاحتقال الجماهيري أحيانا يولد عن طريق الصفحات الرسمية للأندية،
وعن طريق ما يعرف بالكلاشات. هاد الكلاشات وهاد الأمور اللي كتخلي الاحتقان يكون ما بين الجمهورين معا سببه غريب جدا، لأن أحيانا أذكر هاد الطرف بهاد النتيجة، أحيانا أذكر الطرف بهاد اللقطة، أحيانا أطعن في هاد النتيجة أو أطعن في هاد الأمر في التاريخ، حتى أن مثلا هناك من يغير من معالم تاريخ الفريق الآخر عبر الصفحة الرسمية للفريق الأول، وهذا غريب جدا سي حسن. فإذا كانت الأندية كأندية اللي خصها تكون هي الأولى اللي كتدعو إلى التآزر، تدعو إلى ترسيخ القيم وتدعو إلى الوقوف والتساؤل ووضع علامة الاستفهام في هذه الجائحة والبحث عن سبل كما قلنا لأنه التكافل، لأن عديد من الأسر كانت معوزة، كانت عندها مشاكل اجتماعية كبيرة جدا ومادية، كنا نروجوا لحاجة أخرى، كنا نروجوا مثلا الطعن كيف ما قلنا في هاد اللقب، الطعن في هاد الاستفزاز، وهذا غريب جدا. فما بالك بالجماهير العادية؟ كيف نريد من الجماهير العادية أن تكون أكبر من الأندية، أن تكون أعقل من الأندية؟ هذا طبيعة الحال ما يمكنش. وكما قلنا بأنه الألترات ربما كانت هو الاستثناء الواحد، طبيعة الحال أن تبنت ذلك بشكل رسمي، وكانت طبيعة الحال تدعو إلى التآزر والتكافل، وحتى كما قلنا توزيع المؤونة عبر عدد من الأسر المعوزة، وليس ألترات الوداد والرجاء فقط بل ألترات. وخا سي محمد، سي عز الدين، سي محمد زايد يتحدث عن وجهين، الوجه التضامني، الوجه الإنساني لفصائل الألتراس، وأيضا الوجه الحربي، يعني أن الفصائل فيها نوعان، هناك أحيانا تلجأ للحرب وأحيانا تلجأ للسلم وللتضامن. كيف تفسر وجود هذا الاحتقان بين جماهير الرجاء والوداد في عز الجائحة؟ قول سي حسن، ندعو الله سبحانه وتعالى باش يفرج عنا الوباء والحاجه. بالنسبه لي الاحتقان اللي عرفوا اللي كتعرف هاد العطاله ديال البطوله الوطنيه ما بين الجوج ديال الفرق من اعرق الفرق الوطنيه، لا جماهيريا ولا عبر التاريخ. بالنسبه لي هاد الظرفيه هذه بالنسبه لي انا لا تسمح باش ندخلوا في اكثر ما هو اخلاقي وانساني، لان الظرفيه كتحنا باش نكونوا في المسائل ما هو إنساني، لأن كتعرف الناس أسر معوزة فيها رجويين فيها وداديين فيها هذا أنا حضرت ما هنا في نقول في المنطقة اللي كنسكن فيها، حضرت واحد لي زولترا ديال الرجويين مشوا عند أسرة ودادية وعبروا وصوروا داك الأمور باش يعبروا على أنهم بأنهم ما لا فرق ما بين لا فريق الوداد ولا فريق الرجاء في هذه الأزمة هذه. بالنسبه لي هذا مسائل خصنا نخرجوا من هاد المنعطف هذا ونشوف في لان الظرفيه ما تسمحش. الوداد والرجاء راه فرق كبرى، عندهم اسماء ديالهم، عندهم نتناقشوا في امور ما هو رياضي. نبقاو بعد كي قلتي كاين جوج كاين فصائل، كاين الاولى كانت ما هو انساني والثانيه كانت شي ممثل بي، وهذا بالنسبه لي ما كيشرفش الكره المغربيه. كيشرفش الكره المغربيه بطبيعه الحال. سي محمد زايد، السلطات الامنيه على مستوى الضربه وربما على مستوى مدن اخرى منعت لطاق الجداريات على اعتبار انها تساهم في الاحتقان بين مشجعي الرجاء والوداد. الان كنشوفوا جداريات اخرى، جداريات حضرت فيها كورونا، حضر فيها الوباء وغابت فيها الكره. وهذا شيء جميل جدا بطبيعه الحال، لان فعلا ان الجداريات الاولى كانت تدعو الى الاستفزاز، تدعو الى الرد بالمثل، وبطبيعه الحال هذه الامور تخلق نوع من كما قلنا الحزازات وترسيخ العداوه. اليوم المغرب كله مجند يعني لمحاربه هذا الوباء، وبطبيعه الحال حتى الفصائل يجب ان تكون او تبرز عن وطنيتها، وبطبيعه الحال لا يمكن او ما غتلقاش شي حاجه تعبر بها قد ما ترسم جداريات في المدن والاحياء للتعبير عن هذا التضامن وعن العرفان بالجنود اللي كانوا في مكافحه ومحاربه هذا الوباء. بطبيعه الحال وهي فرصه ولو قليله وضئيله للحد من الصراع يعني المشترك بين الفصائل عامه. بطبيعه الحال هذه خطوه يعني محسوبه بطبيعه الحال للسلطات بالدرجه الاولى اللي يعني
مهدت لهذه النقطة بحيث منعت الجداريات المثيرة للاستفزاز بين الفصائل. واخا سي عز الدين، الملاحظ ايضا بان الحروب اللي كنشوفوها في غالبا في منصات التواصل الاجتماعي اصبحت تصنف ايضا الصحفيين، هذا مصنف ودادي، هذا رجاوي، هذا معادي للفريق، هذا مسالم، هذا متعاطف. واش ما كتلاحظش معايا بان هذا التطور في الخلاف من شأنه ان يزيد من الاحتقان؟ تلقى معك سي حسن من قدرة، أنت سي حسن صحفي كبير وغني على التعريف وعشتي فترة قبل من هادشي، ما كانش بعد ملي كنشيروا الإخوان الصحفيين بأن هذا رجاوي هذا ودادي، صراحة كيبقى تتقلب تخرج على المصداقية ديال علما أن سي عز الدين هادشي في مصر وفي السعودية في دول أخرى عادي، كيقول لك هذا صحفي أهلاوي، هذا زملكاوي، هذا هلالي، هذا نصراوي، كيتعاملوا معها في الشرق بانها امور عاديه، هنا كتصبح الانتماء ما يكونش غير في القلم، ما يكونش غير في الماده الاخباريه، ولكن كل واحد عنده انتماء ديالو. طبعا تفضل سي عز الدين. ينتظر سي حسن، حق اي صحفي ولا اي لاعب ولا اي انسان عادي ولا من حقه يكون انتماء، غير كي قلتي ما يكونش في القلم ولا في المسائل المهنيه كتحيز الفريق ولا هذا، بالنسبه لي امور عاديه، غير ان خصنا نوصلوا لهذا النضج هذا اللي كنهضر عليه سي حسن، لا مشجع ولا لاعب ولا صحفي ولا اي حاجه خصنا نوصلوا لهذا المستوى هذا، غير بان هاد الامور اللي قلتها سي حسن ولا الجمهور كيدخل في هاد الامور هذه، كيبان لي بان زاد من الاحتقان. كنشوف اخوان تيطعنهم، انت كتدافع على الرجاء، انت كتدافع على الوداد، هذه امور كتجي كتصعب مسؤوليه امور في نجاح المنظومه الكرويه في المغرب. طيب وصلنا الان للمحطه الثانيه في جلسه رياضيه، في المحطه الثانيه سنتوقف عند الجدل القائم حول التعيينات الاخيره لعناصر الادارات التقنيه الجهويه. سي محمد، اكيد تبعتي الجدل القائم حول التعيينات الاخيره لمكونات الادارات التقنيه الجهويه، كاين فيتو من طرف رؤساء العصب حول بعض الاسماء التي تم انتقاؤها عبر اختبار، طبعا شنو رايك في هذا الجدل؟ اكثر سؤال يعني فعلا ما عرفتش واش سؤال ساذج او سؤال يعني منطقي، هو كيف تمت هذه الاختبارات يعني في ظل ظروف هذه الجائحه، واش هل فعلا كانت هناك اختبارات يعني موضوعيه واختبارات يعني كتعطي حق يعني تكافؤ الفرص لكل الاطر، ام كان هناك بعض الانتقاءات اللي ربما تسيء الى من غير انها تسيء الى المدير التقني او الى الاطار الوطني بشكل عام، وانما تسير الى السياسه الكرويه المغربيه بشكل اوسع واشمل. يعني هذه الانتقاءات اللي كنشوفوا او هذه المباريات هل تمت فعلا في ظل ظروف هذه الجائحه بطرق سليمه ومشروعه؟ خاصة احنا كنعرفوا بانه دعوة كبيرة للتباعد الاجتماعي، ام كانت في وقت سابق وتم الاعلان عنها في هاد الظروف هذه؟ وطبعا مبدا تكافؤ الفرص خصو يكون ماشي غير في الميدان الكروي، فما بالك باطار تقني مثلا يعني يعول ويرسم العديد من المشاريع والعديد من الاهداف، لانه من حق الاطار الوطني انه يسعى الى مركز معين او الى منصب معين، فعلى الاقل انه يكون. أنا شخصيا سميته بالانتقاء ولا أعرف إن كان التسمية صحيحة، ولكن انتقاء سي زيد راه تم عبر مباراة، عبر اختبار تم بشفافية، كانت كاميرات أيضا حتى في قاعات الاختبار، ما عرفتش أنا علاش كاين هذا. هذا هو السؤال، هل تم هذا الاختبار يعني في ظروف صحيحة وفي ظروف ملائمة في ظل هذه الأزمة؟ يعني واش ما عرفتش، لأنه إلا كان فعلا في ظل ظروف هذه الجائحة وان هناك اطر اخرى يعني ربما انتقدت هذا الانتقاء او انتقدت هذه العمليه، فاعتقد انه من حقها بعض الشيء، لانه كما قلت لك سي حسن ما عرفتش غيكون سؤال منطقي وسؤال ساذج، لانه اعتقد ان اي اختبار او اي في ظل هذه الظروف غير ملائم، وانه خصو يكون طبيعه الحال توسيع دائره الانتقاء بدرجه اكبر وتعطي الفرصه للجميع المدراء التقنيين وطبيعه الحال جميع الاطر.
واخا سي عز الدين، عندك شي ملاحظه على هذا الجدل القائم، خاصه بعد الاعلان على النتائج؟ ثم حسب علمي ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في شخص رئيسها فوزي القجع امر بتوقيف بتجميد هذه النتائج الى حين تحقق منها. حسن، بالنسبه لي هذا الانتقاد حق مشروع من اي متدخل في كره القدم، سيرتو التقنيين والمسؤولين ك تفوزي القجع. هي هذه مساله صراحه غادي تضعف من الوتيره والسرعه ديال لان ديجا حنا معطلين، زائد هذا الوباء هذا اللي وهاد العطاله في 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 في, في, في كره القدم. وديجا سي حسن حنا في مسائل التكوين عندنا الفراغ وعندنا الخلل وعندنا الضعف صراحه، هذا ما كيخدمش الكره الوطنيه. بالنسبه للفلسفه ديال المدير التقني، جا وضع البروجي ديالو المشروع، دار الانتقاء ديال المؤطرين عبر اختبارات. هذا كنا كلشي كما تنقولوا فيه كنكون عرفوا عن كبيره صغيره على هاد الامتحانات كي قلت سي حسن كاميرا امور. ما هذا امر اللي كي قال سي زيد ما عرفناش شنو وقع في الكواليس، اجتماع ما بين رئيس الجامعه والمدير التقني، ومن بعد من مورا الاجتماع هذاك شنو وقع هو باش يمكن نحكمه. اما الامور دات صراحه دات الشفافيه، لكن احتجاج ببعض رؤساء العصب الجهويه اللي اقترحوا اسماء كيشوفوها هما بانها الاولى. الاختبارات ما طلعتش هذيك الاسماء، اذا كان اعتراض هذا كل ما في الامر. هنا سي حسن كنقول لك ان دابا ما هو تقني، هو الشق التقني هو كيتعلق بالمدير التقني، انه هو يتحمل المسؤوليه. درنا معاه كونترول، يعني هو الذي سيحاسب. الا دخلنا الرؤساء ديال العصاب وغادي يدخلوا في هذه الامور هذه، غدا حتى هو غيكون محمي، فهمتيني، غادي يكون محمي بان هذا الشيء ما حطيت انا هاد المؤطرين هذه، وما غيكونش تابع للفلسفه ديالي. دونك هنا كاين مشكل غادي نعيشوا، غادي نعود في مشاكل. نتمنى بان يكون توافق، يكون ما هو يدخلوا الناس على مستوى التقني اللي يكونوا يوضحوا الامور اكثر مع المدير التقني. واخا سي زيد، واش انت مع الطرح اللي كيقول بان رئيس العصبه الجهويه عنده الحق في اقتراح الاسماء التي يمكن ان تضع استراتيجيه وفلسفه تتماشى والاهداف المسطره، بدل تعيين اطار تقني خارج هذه المنظومه ديالو؟ لا، نهائيا. كيف ما قلنا السي حسن في الاول، يعني لا بد من الانتقاء والاختبار انه يكون فيه مبدا تكافؤ الفرص. لكن كندعيو مبدا تكافؤ الفرص، كيف اننا نقبل على ان شخص اخر بغض النظر عن المركز ديالو او لا المنصب ديالو من غير المدير التقني الذي يتحمل المسؤوليه انه يقترح اسم؟ نعم، ممكن انك تقترح اسماء او تتمنى اسماء، هذا شكل، ام انك تفرض اسماء معينه لانك انت كمدير جهوي كتشوفها ورئيس عصبه جهوي كتشوفها بانها الانسب لذاك المركز، وانت ذاك المركز او ذاك المنصب او ذاك المشروع لن تحاسب عليه. فبطبيعه الحال هذا امر غير مقبول نهائيا كيفما كان هذا الشخص، لان المسؤول الاول والاخير هو المدير التقني. لكن بين قوسين انه خاص يكون مبدا تكافؤ الفرص، واللي بطبيعه الحال عنده الاهليه للمرور بطبيعه الحال هو اللي غيكون يعني غيمر لهذا المركز هذا. اللي بطبيعه الحال غنرجعوا للنقطه الاهم فيه، هي ان من سيحاسب عليه هو المدير التقني بالدرجه الاولى. واش سي عز الدين انت مع عدم الجهويه ديال الاختيارات؟ بمعنى اخر، ممكن الاطار يكون خارج من نطاق الجهه واشتغل في هذيك الجهه، بمعنى اننا نقدروا مثلا نجيبوا اطار من خارج المغرب باش يشتغل في عصبه، مثلا عصبه الغرب او عصبه الدار البيضاء، ام ان اهل مكه ادرى بشعابها؟ صعيب شويه بحكم الاشتغال ديالي في فئات عمريه صغرى. كنعرف بان المؤطر خصو يكون ابن اول حاجه يكون ابن المدينه، لان علاش تكون درايه وكتكون ان باش تركريتي لي جوار تعرف مناطق، تيبي المناطق الصغار اللي نفس مثلا على سبيل المثال الدار البيضاء، تمشي لسي عثمان، تمشي للحي المحمدي، خصك تعرف هذه المناطق هذه، فهمتي، على الاقل باش تكون عندك فكره باش تحط المشروع ديالك وتوصل، تكون كورديناتور بالنسبه ما بينك وبين المدير التقني ديال
المتمدد التقني جهوي. بالنسبه لي انا من انا كنقول لا، ما يمكنش يكون اطار خارج البلد. اذا انت ضد ان الاطار يكون من خارج المنطقه الجغرافيه. سي زيد، سؤال اخر، هناك من يطالب باصحاب الخبره، وهناك من يرفض هذا الطرح ويطالب بتشبيب الادارات التقنيه الجهويه بوضع سن محدد ينهي عمل بعض الاطر التي شاخت في مناصبها. سي حسن، كره القدم تطورت بشكل كبير، وبطبيعه الحال حتى يعني بتطور كره القدم يتطور حتى الممارس، حتى وان كان هاويا وان كان مبتدئا. وتطور كره القدم يستلزم اطر شابه، هذا ليس تنقيصا من الاطر الاخرى، يعني الاطر اللي عندها تجربه، ولكن إن لم يكن هناك دمج بينهما بين الخبرات معا، فأكيد أنه الأولوية في رأي شخص المتواضع هي للأطر الشابة، بطبيعة الحال لأنها ربما أكثر تكوينا، مع الكفاءة طبعا. طبعا مع الكفاءة، لأن الكفاءة يعني كيف ما قلت أكثر دراية، أكثر بحثا، أكثر يعني معرفة بتفاصيل كرة القدم الحديثة بما يستلزمه الميدان حاليا. طيب زيد، وصلنا الآن المحطة الثالثة والأخيرة في جلسة رياضية. في المحطة الأخيرة وكالعادة تدوينة مثيرة للجدل، هذه المرة تدوينة بنبرة حزينة، الأمر يتعلق بغرق لاعب نسمة السطاتية، لاعب البيضاوي الشاب أسامة السايح. أستاذ دين، أنت كتعرف أكثر من أسامة، أسامة اللي مات غرقا في شاطئ عين السبع، أش يمكن لك تقول لنا على هذه الفاجعة؟ أولا تعازي الحارة للأرديال والسردوال، لأنه كان من تنقول كان عاش في التحال ديدا واحد 4 سنوات، الأب اللي كان باغي كما تنقول بغا ولدي يوصل. وبهذه المناسبة كاين شي حوايج ما كيعرفهمش الناس على أسامة، بأنه لاعب وقع عليه كسرة في الركبة ديالو في العمر ديالو 12 عام، تنظن هذيك السنة 12 عام، في الكسرة في الركبة ديالو بقى ما تنقول لك الجور ما أبوندوناش، والأب ديالو بقاو داروا أوبيراسيون ونجحت ليه ومشى كمل في المشوار ديالو. من بعد مشى للاف تي سي، يعني كنقولوا الاسم ديالو البيضاوي، ولا هذا في الترويزيون ديال الحي المحمدي، ديال الحي المحمدي، من تما مشى للاجيات الشباب الرياضي سيدي معروف، يابخي مشى للنسمه السطاتيه، وعينت على قرب هذا اللاعب، لان في الاخير لعب ضد مع الفتح البيضاوي، تبارك الله جات المعليه لو جون، شفتوا تبارك الله كيفاش النيفو، ان هذا اللاعب كان غادي يكون عنده شان كبير في ميدان كره القدم، تبارك الله. اللي يمكن نقول لك سي حسن، هو السيد مشى يتريني مسكين، والصديق ديالو حسب معلومات مقربه مشى يتريني على جنب الشاطئ، ومثاله بغاو يمشيو الناس يمشيو كما تيقولوا يمشيو يعوموا شويه، وقدر الله ما شاء الله، ان الله وانا الى راجعون. تعازي الحاره للعائله الكبيره والصغيره ديال سيردون. واخا سي زيد، انتم في موقع البطوله تناولتوا بتفصيل هذه الفاجعه، اش يمكن لك تقول لنا عليها؟ طبعا الحال يعني شيء يدمي القلب، يعني لاعب شاب كيف ما قال سي عز الدين، ان الوالد ديالو كان كيشوف فيه يعني مستقبل ربما حتى المستوى الاجتماعي، يعني انت كتعرف سي حسن وكما سي عز الدين حتى المشاهدين الكرام، ان عدد من اللاعبين يعني في الوسط المغربي كيكون عندهم هم كروي رياضي وهم اجتماعي، فالمأساة كتكون مضاعفة، يعني فقدان فلدة الكبد، وفي نفس الوقت فقدان من كنت يعني كتوضع لهم بعض الآمال وبعض الأحلام، يعني صعيب أنه ما نقوله صعيب تقبل الوضع، لأنه الله يصبر العائلة دياله بالدرجة الأولى، ولكن صعب جدا فعلا يعني أنك تفقد الابن ديالك بهذه الطريقة، وتفقد يعني مرة أخرى رحمه الله مرة أخرى، وهو صديق دياله، ونتمنى مرة أخرى أنه الشباب ديالنا بشكل عام
بشكل عام انهم يتوخوا الحيطه والحذر وياخذوا العبره يعني في التدريب طبعا الحال ياخذوا العبره ويتوخوا الحيطه والحذر بشكل اكبر. احنا على مشارف فصل الصيف ان شاء الله طبيعه الحال بعد نهايه الجائحه وبعد نهايه الحالات الطوارئ نتمنى ان الشباب ياخذوا الحيطه والحذر بشكل اكبر واكبر بشكل يعني اللي دقنا. شكرا سي عز الدين. ايضا غادي نعزيوك حتى انت ايضا وحنا كنتكلموا على الرحيل اللاعب أسامة، غنعزيوك في رحيل الوالدة ديالك السعدية بو زرعة. رغم ذلك انت معنا هنا وكنتمناو ان الرحمة تلفها وان الصبر والسلوان يشمل هذه العائلة المنكوبة بفقدان سيدة فاضلة اسمها السعدية اللي كانت تعرف الرياضة وتفهمها. تعزينا لك سي عز الدين. شكرا سيدي حسن، وبدوري انا كنشكركم على الالتفات وشكرا لجميع العمال ديال الاطر ديال تيلي ماروك والاخ زيد، وتعزينا وتعزيكم واحدة ان شاء الله. شكرا، شكر موصول ايضا لسي محمد زيد. وصلنا حسن. تفضل. لا يفوتني يعني تعزيه سي عز الدين بالفقد الوداد ديالو، ولا يفوتني ان اذكر واحد الامر بسيط جدا وانه اكون سعيد دائما مع المرور او بالمرور مع احد اساتذتي الافاضل اللي هو سي حسن البصري. وشكرا جزيلا لك. شكرا، وبهذا كنوصل لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم جليسه رياضيه. نتلاقاو معكم في حلقه قادمه مع ضيوف جدد ومواضيع جديده. الى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، الى اللقاء.